السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي أخواتي في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مطبخ حنان الحناني. نتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة وعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم حرشة معمرة في الفرن تحت طلب ديال بعض الأخوات. طلبوا مني أنني نحضر لهم حرشة كبيرة في الفرن معمرة بنفس الطريقة اللي كنت عمرت بها حرشة صغار طيبتهم في مقلاة، ولكن هذه طيبة في الفرن. الطريقة الصراحة جد سهلة ولكن النتيجة جد رائعة، كتجي خفيفة كتجي هشيشة وكتجي لذيذة في نفس الوقت. ما نطولش عليكم أخواتي، ندوزو لتحضير الوصفة. خليكم مع الفيديو. بسم الله على بركة الله. غندوزو باش نحضرو الحشوة، هي الأولى باش هكذا كنخليوها تبرد عاد كندوزو باش نحضرو الحرشة. بالنسبة للحشوة غادي نحتاج فلفل أحمر مقطع قطع صغيرة، أيضا فلفل أخضر بنفس الشكل مقطع، بصلة مقطعة حتى هي قطع صغيرة، وعندي خيزو اللي محكوك يعني شرائح طويلة أو هذا الشكل طولي، وعندي كورجيت يعني حبة واحدة من الكورجيت. وبالنسبه للكميه يعني كيبقى على حسب عدد افراد الاسره، يعني قداش غديروا هذه الحرشه كبيره ولا صغيره، يعني نتوما كتحكموا في القياس. هنا عندي الشحمه اللي مطحونه والربع القزبر والمعدنوس، غادي نضيف الابزار سكينجبير القليل من الكمون، وغادي نضيف فلفل احمر. هنا عندي فلفل حار كيبقى اختياري، الا كيعجبكم الحار ممكن تضيفوه، ما كيعجبكمش ما تضيفوش. وغادي نضيف معلقه كبيره من الصوجا، وغادي نضيف الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق ديال كل شخص. هنا غنضيف تقريبا جوج معلقات ديال زيت الزيتون، وغادي نوضع الكل على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيطيبوا هاد العناصر كاملين وكيندمجوا مع بعض، عاد كنطفيو عليهم. هنا ملي طابت الحشوه خليتها تبرد شويه، دابا غادي ندوز باش نحضر معكم الحرشه. هنا عندي كيلو ديال السميده اللي سبق لي وغربلتها من قبل، كنقصوا القليل من السميده باش نكرصوا به الحرشه. نضيف ملعقه صغيره من الملح، كيبقى الملح حسب الذوق، وملعقه من سكر سنيده، خماره من وزن 8 غرام، وغادي نضيف الخميره الفوريه كيف ما لاحظتوا. هنا معلقه صغيره ما عمراش، غادي نمزج الكل حتى كيندمجوا هاد العناصر مع بعض. زيت المائده او ممكن تخلطوا ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. هنا كنحاول نبسبس هاد السميده، يعني كندخل فيها هاد الزيت حتى كترمل وكتولي كلها شاربه الزيت كيف ما لاحظتوا. ومن بعد كنضيف الماء، الماء كنضيف تدريجيا وانا تنخلط غير بالاصابع ما كندلكوهاش. بالنسبه للماء هنا هزات ليا نصف لتر ديال الماء، صراحه من الافضل ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش قاصحه، يعني تكون بهذا الشكل هذا بهذا القوام هذا باش تساعدنا اننا نقادوها. وهذه الحشوه من بعد ما طابت يعني كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا حتى كتنشف تماما من الماء، يعني كتخليوها كتبقاو تحركوا فيها حتى كتنشف من الماء، وفي نفس الوقت يعني كيطيبوا هاد العناصر كاملين. هنا ممكن نضيفوا الجبن او فرماج مثلث. دابا غادي ندوزو باش نعمروا الحرش. هنا خديت الصفيحه اللي غادي ندخلها للفرن او مقله كبيره عندكم، المهم القياس اللي غتهز لكم نتوما الحرشه ديالكم شحال درتو. كندهنوها بالزيت وكرشوها بالسميده. قسمت العجين ديالي في النصف، النص الاول يعني وضعته هو الاول، حاولت انني نبسطه شيئا ما كيف ما لاحظتوا، وكنوضع الحشوه. الحشوه هنا من الافضل انكم تخليوها حتى تبرد، انا راه باقا سخونه شي شويه، يعني ما سخوناش بزاف وانما باقا يعني قابطه فيها درجه الحراره حيت مزروبه على هاد الحرشه خصني نوجدها في اسرع وقت. نتوما خليو الحشوه حتى تبرد تماما عاد باش تضيفوها. هنا النصف الثاني من العجين كيف ما لاحظتوا كنغطي به الحشوه، كنحاول نغطيها حتى مع الجوانب
بهذا الشكل هذا كتحاولوا تقادوها، تغطيو الحشوه تماما عاد باش كتبداو تقرصوها. صافي من بعد ما غطيت الحشوه مبقاتش كتبان، كنحاول انني دابا نقادها ونقرصها يعني بشكل متساوي. انا تنقرص وانا تنرش السميده هكذا باش كتساعدني ان ما كتلتصقش في يدي. كنحاول نقادوها مع الجوانب، المهم تكون بواحد السمك اللي مقاد من جميع الجوانب، ما تجيش جهه غليظه وجهه رقيقه. كيف ما لاحظتوا كنديروا القليل من السميده وكنبقاو نحكوها بيدينا، يعني كنقادوها ومن بعد كنقادها من الجوانب بالموس او لا بالمعلقه ممكن تقادوها باش كتعطينا واحد الشكل اللي هو مقاد وزوين. صافي من بعد ما قديتها مزيان من الفوق ومع الجوانب، دابا غادي ندخلها للفرن اللي شعلته من الفوق والتحت، كنخليه حتى كيسخن مزيان وكندخل الحرشه ديالي حتى كتحمر وكنخرجوها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي محمره كيجي فيها لون رائع يعني من بعد ما طابت وخرجتها من الفرن. هذا هو الشكل ديالها، كتجي صراحه رائعه ودغيا كتوجد معنا. غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل صراحه، وكتجي رطبه كتجي فتيه. وهذا هو الشكل ديال الحرشه من الداخل كيف ما لاحظتوا، فهي كتجي صراحه رائعه، كيجي فيها واحد القوام هائل والمذاق تيجي فيها رائع. كنتمنى تجربوها بنفس الطريقه وتنال الاعجاب ديالكم. حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم على المشاهده وعلى التشجيع ديالكم. حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده، وما تنساونيش من لايكات ديالكم ومن الدعم ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم مع وصفه جديده ان شاء الله.